رحلات عاشوها بمصاعبها ومخاطرها. إنها رحلات اللجوء إلى الدول الأوروبية، إلا أن الوصول إلى طريق الأمان محفوفة بشتى المخاطر، خطر الغرق والموت، ومعاناة تعاطي السلطات المعنية في كل بلد ومحطة يتوقفون فيها. صحفيون وناشطون وثقوا بالصوت والصورة لحظات مرعبة من هذه الرحلات، رصدوا يوميات انتظرهم القاتل على عتبات البلدان المضيفة. الصحفية كارول معلوف رافقت الفريق الذي خاض غمار هذه التجربة ويستعرضها في 4 حلقات متتالية ستعرض حصريا عبر أخبار الآن قريبا تحت عنوان رحلة لاجئ. يسعدني أن أرحب هنا بالاستوديو بالصحفية كارول معلوف للحديث أكثر إذا المشاهدين عن هذه التجربة. كارول، طبعا كما ذكرت في المقدمة أنت سافرت كلاجئة سورية أيضا، رغم أنك لا تحملين الجنسية السورية، وعبرت معهم في كل المراحل من الألف إلى الياء، يعني لو تحدثين عن هذه التجربة. نعم، أول شيء بحب أشكر بداية تلفزيون الآن والإدارة يلي وثقت بعملنا، وهن يعني دعموا هذا المشروع، ولو ما منه نحن ما كنا قدرنا وصلنا الصورة الحقيقية اللي بيمرق فيها اللاجئ إن كان سوري أو غير سوري، وقتها بيمرق بالمراحل العديدة إن كان يعني من تركيا عبر البحر إلى الجزر اليونانية، ومن هناك بيكملوا على أوروبا إن كان بالقطارات أو باصات أو مشيا عن أقدام. نحن بدأنا الرحلة مع مجموعة وثقنا يعني من إزمير. كيف بيتم التواصل مع الوسيط؟ كيف بيتم التواصل بين الوسيط والمهرب؟ وما في هناك تعامل مباشر بين الفرد يلي عم بيتهرب والمهرب التركي، كلها بتمرق عبر وسطاء، وحتى الاموال تندفع. يعني انا دفعت شخصيا $1,200 لرحله ساعه ونص بالبحر من نقطة إزمير إلى نقطة الجزيرة اليونانية، وهذه مبالغ طائلة، يعني كل يوم في حوالي $500,000 يدفع من أجر الهجرة الغير شرعية، يلي أنا برأيي كانت جدا منظمة بين البلدان. يعني مثل ما شفنا بيطلعون بباصات، بيطلعون بقطارات، وبينقلون من بلد لبلد. نحن عبرنا قارتين، يعني من آسيا إلى أوروبا، وعبر 7 بلدان لو وصلنا لنهاية المشوار اللي كانت بألمانيا. كارول، أنت لا تحملين جنسية سورية، لكن سجلت في هذه الرحلة كلاجئة سورية. نعم، وهيدا هون الخطورة بالموضوع، أنه ممكن أي شخص من أي دولة أو أي بلد أو أي جنسية بيوصل على الجزيرة اليونانية بيتوجه إلى مخيم اللاجئين بميتليني، وممكن يسجل بأي اسم من دون أي أوراق ثبوتية. يعني أنا سجلت باسم آيا وتعاملت كأني لاجئة، وحجزت بالباص وبالباخرة اليونانية لانتقل إلى أثينا وللباقي الرحلة كلاجئة سورية، ولكن اعتقلت أنا على حدود المقدونية، وبقيت حوالي يعني نهار كامل، حوالي 12 ساعة بالاستجواب وبالاعتقال، وتاني يوم ترحلت. يعني كان هناك شك في هويتك؟ نعم، وهن شافوا انه التسجيل والباسبور غير متطابقين، مشان هيك يعني تم اعتقالي. وكفينا نحن يعني معهم، ولكن بس في شغلة ضروري نفهمها، انه هيدي ليست يعني مزبوط السوريين هن الوحيدين اللاجئين اللي طلعوا من بلادهم قصرا، ولكن هيدا خيار عم ياخذوه الناس بانهم يطلعوا العبارات ويدفعوا هيدي المصاري ليمرقوا هيدي اذا بدك عبارات الموت مثل ما بنسميهم. ونحن بنعرف انه الاف غرقوا، ونحن فاتت المي علينا، كنا رح نغرق كمان يعني، وكان ممكن يكون في اطفال يعني معنا كان موجودين وستات ما بيعرفوا يصبحوا. طيب الناس اللي كانوا معك، المجموعه التي كنت معها اللاجئين، لماذا اختاروا هذا الخيار؟ لماذا اختاروا المغامرة عبر قوارب الموت مع أطفالهم؟ في نوعين من اللجوء، في اللجوء يعني اللي أنا برأيي هو اللي عم بيصير بسوريا، إن كان بقبضة داعش أو بالنظام والبراميل
أنا من 6 أشهر كنت بإدلب، شفت البراميل، شفت المعاناة. هيدول بفهمون، بفهم إنه بيقولوا لك نحن، يعني في حدا قال لي نحن ميتين ميتين، يعني إذا بقينا بسوريا ميتين، وإذا طلعنا على العبارة في 50% يعني فرصة إنه نقدر نوصل لحياة أفضل وحياة كريمة. ولكن من أصل 800,000 اليوم فقط، يعني أنا بقول ممكن 30 أو 40% منهم سوريين، ولكن هناك هجرة غير شرعية دولية عم بتصير على ظهر السوريين، من إيرانيين، من باكستانيين، أفغان، آسيا الوسطى، عم ينتحلوا صفة لاجئ، وهيدول عم بيعرضوا حياتهم وحياة غيرهم للخطر، لأنه وقت البلم يعني بيساع وزن معين، وقت عم بتحطي فيه 45 شخص و50 شخص، هو بيساع 20 شخص، عم بيغرق. وهون يعني انت يعني هول اللاجئين الغير شرعيين عم بيعرضوا نفسهم وعم بيعرضوا غيرهم للخطر كمان. طيب كارول، بالنسبه مثلا اللاجئ السوري المتواجد الان على الاراضي التركيه او دول الجوار لسوريا، وربما يعني لديه هذا يعني الخيار او هذا الحلم باتخاذ هذا القرار والمغامره، بحسب يعني تجربتك وبحسب الجماعة التي كنت يعني رافقتيهم وكل صعوبات وكل مخاطر واجهتيها، ماذا تقولين لهذا اللاجئ؟ أنا بقول أنه أهم من العبور إلى أوروبا هي أنه يحاولوا يشتغلوا مع بعضهم ليلاقوا حل الأزمة. يعني أصبح اليوم ما بقى حدا بيحكي بحل الأزمة السورية، وما في ضغط من السوريين ببلدان اللجوء، ممكن على سفرات، ممكن اي نوع من ضغط انه تنحل الازمه ليرجعوا لبيوتهم، لانه ما بعتقد الحل هو بالهجره الجماعيه. طيب اللي فاقد الامل، اللي فاقد الامل قدامه فقط هذه العباره وان يصل الى الاراضي الاوروبيه او ان يعني يغامر، انت مريت بكل هالتجارب، يعني هل هذا يستحق؟ انا برايي لا، ما بيستحق، لان يعني انا في النقطة انا بس ربنا ساعدك ونجاكي، كان ممكن تغرق. صحيح، وانا بسبح، كان في معنى ناس ما بتعرف تسبح، وقتها بتوصلي على نقطة الوسط بالبحر وبتطلعي بتشوفي انه كله حواليك مي، بتصيري تسألي حالك انه يا هل ترى يعني كانت متوز ورثت، يعني كان انا مضطرة انه امرق بهيدي التجربة. لا فعلا شيء بخوف، شيء خطر جدا، وعم يطلعوا عيال واطفال وستات حوالي، حكي معنا ست حامل بست شهور كانت ماتت على الطريق من الضغط النفسي والضغط والتعب، يعني عم تمشي 7 بلدان، يعني منه شيء قليل. طيب كارول، ب 20 ثانية، ما الرسالة التي خرجتي بها بعد تصوير هالفيلم الوثائقي؟ انا بقول انه اذا اللاجئين بيقدروا يبقوا بالبلدان المضيفه اللي هن فيها افضل بكثير من انه يخوضوا هيدي المغامره، لانه اوقات عم يوصلوا على البلدان وما عم بتم يعني احتضانهم مثل ما هن متوقعين، وعم بخيب ظنهم وعم يصير بدهم يرجعوا، او انهم يعني يتبعوا الطرق القانونيه عن طريق مفوضية العيش شؤون اللاجئين او عن طريق سفارات الدول، هيدا كمان، وبعيدا عن كل هذه المخاطر. اشكرك جزيلا اذا كارول معلوف، طبعا الصحفية التي قامت على اعداد برفقه زملاء اخرين هذا البرنامج الوثائقي او الفيلم المصور. شكرا لك كارول. ونوه إذا مشاهدينا إلى ما تم توثيقه في هذه الرحلة التي خاضتها كارول إلى جانب مجموعة من الصحفيين والناشطين، ستشاهدونها قريبا جدا على تلفزيون الآن تحت عنوان رحلة اللاجئ.